بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، محب العلم والثقافة والاقتصاد والإحصاء والرياضيات. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد والموجه لطلبة الماستر آن إدارة أعمال، الماستر واحد إدارة أعمال، وهو الفيديو أو المحاضرة الأولى للنموذج الإحصائية، مقدم من طرف الأستاذ الدكتور عقوب علي، طلبة الماستر آن إدارة أعمال في جامعة بومرداس، كلية علوم اقتصادية تجارية وعلوم تسيير، قسم علوم تسيير. طبعا محب العلم والثقافة والاقتصاد والتاريخ، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد والذي لا يمكن أن نتكلم فيه عن نزيف الأمة الإسلامية، نزيفنا جميعا، ويمكن أن نسميه أيضا نزيف الإنسانية، قضية فلسطين المحتلة. هذه القضية التي تعود إلى أكثر من 70 سنة احتلال، إلى أكثر من 100 سنة تخطيط للصهيونية وللأرض الميعاد ولهذا الاحتلال. من الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي طلبة الماستر آن إدارة أعمال وتسيير عمومي، وأعزائي محبي الرياضيات والإحصاء والاقتصاد، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد وهذه المحاضرة الجديدة. لا تتعدى حدودك أكثر من اللازم، تعالى بالقوانين الدولية. أنا أعلم جيد القوانين الدولية، ولكن عظم أن الحلم الصهيوني كبير من نهر النيل إلى نهر الفرات. الحلم الصهيوني نحن به، هذا هو ما يهمني، وهذا ما لابد أن تعون به، هذا ما يهمني كلكم، أمريكا وبريطانيا خاصة وفرنسا وألمانيا وكل الاتحاد الأوروبي لابد أن يدعمنا. الآن سأعطي لون لذات الهدف، هي لون والمتغيرات، لون هنا كذا العنوان، ونعطيهم اللون الأخضر حتى أميزهم عن القيود. هي قيل دم حساب للبواقي بالذات يعني نفسها إيه. بالتالي أنا أشكل جدول صغير فيه إجريك العلامات يعني المتغير التابع الحقيقي، وفي إجريك شابو المتغير التابع المقدر، وحتى أحصل على إجريك طبعا يعني ذات الزاد، وهذه متغيرات إكس. بالنسبة للزاد لدينا كم تكلفة؟ هي لدينا 3 دولار الأول و 2 دولار الثاني، يعني 3 إكس أ يوز 2 إكس 2 3 2، وهنا نبحث عن ذات الزاد. القيد الأول 1 غرام من النوع المتوفر في النوع الأول، و 1 غرام من النوع علوم تسيير، تخصص تسيير عمومي وتخصص إدارة أعمال، طبعا موجه إدارة أعمال. مرحبا بكم، نكمل مع هذا المقياس، مقياس الهام، النمذجة الإحصائية لمودريس ستاتستيك، ونكمل دائما مع الشوط الأخير من محاضرة الحدار الخط البسيط. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، محب العلم والثقافة والاقتصاد والتاريخ. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، حيث نكمل مع مأساة القضية الفلسطينية ومع مأساة فلسطين، نزيف الإنسانية. حرف المعياري إيكاريك لي كارتي بدو إيكاريك لاغاسين كاري لافاريونس إيكاريك إيكال لاغاسين كاري دو 31.903 تساوي 505.648 5.648. آخر طبعا مقياس والثقافة والاقتصاد والرياضيات والإحصاء، وطلبة الماستر آن تسيير عمومي وماستر آن إدارة أعمال جامعة محمد الكرة بومرداس، وطلبة الماستر آن المعنيين بمقياس النموذج الإحصائية في الأقسام الأخرى، علوم مالية والمحاسبة وعلوم تجارية وعلوم اقتصادية، وأيضا في الجامعات الأخرى، مرحبا بكم. حتى أضيف بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أحب العلم والثقافة والرياضيات والاقتصاد والإحصاء، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الموجه لطلبة ماستر آن إدارة أعمال بجامعة محمد الكرة بومرداس، وأيضا ماستر آن تسيير عمومي، ومختلف طلبة طور الماستر آن في جامعة بومرداس ومختلف الجامعات الذين يدرسون مقياس النمذجة الإحصائية لموديزاسيون ستاتيستيك. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أحب العلم والثقافة والاقتصاد والرياضيات والإحصاء، وطلبة ماستر آن إدارة أعمال وتسيير عمومي، ومختلف الطلبة الذين يدرسون النموذج الإحصائي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. لو تلاحظون أول وزنه 98.88، وهذا أقل منه ب 1.13%، 97.75. مع ذلك ماذا نقول؟ أن المتغيرين مستقلين عن المشاريع المنتزه في المنتقد وفالسيران أكثر من 97% من تغيرات الأرباح المحققة في الشركة، في حين أن المتغيرات أقصد الإيروبي دي شابو نفذ القبول الفردي الصفرية، يعني بيدو تساوي الصفر، عفوا بيدو تساوي الصفر، تصبح العلاقة
تيكالكولي بي دو شابو ايكال 2.400 اخر احسن منه وفيش اي مشاكل نستخدمها طبعا. وبالتالي دائما لابد ان نحرص على الدقه الاحصائيه حتى في التعابير. لهذا قلت انا نموذج احصائي مساحه التنبؤ، لكن لا يمكن سجل ضعف احصائي للثابت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، محب العلم والثقافة والاقتصاد والرياضيات والإحصاء، طلبة الماستر آت إدارة أعمال وتسويق عمومي، وطبعا كل الطلبة المعنيين بمقياس النمذجة الإحصائية موديليشن ستاتستيك، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، محب العلم والثقافة والاقتصاد والتاريخ، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا الفيديو سنخصصه إلى حيثيات احتلال الدول العربية والإسلامية، خاصة دول الشرق الأوسط، دول شمال إفريقيا، ودول القرن الإفريقي، ودول الشام. هذه الدول التي المناطق الأربعة التي تعتبر مناطق استراتيجية. كانت أهمية السينما في والدراما في المجتمعات الحديثة وفي تكوين صور 48 سنة من النشاط المكثف. نور الشريف رحمه الله ولد سنة 1946، واسمه الحقيقي هو محمد جابر محمد. اختار اسم الشريف على عمر الشريف. وكان انت مش عايز تتكلم وانا عايز اتكلم، ايه الحل بقى؟ الحل انك تسيبني في حالي يا اخي. Saddam and the others will go on. Yes, Issa. They will go on killing and being killed. I know you have every reason to defend your land. But I also know you and I have to live together in peace. That's why we have to help each other. I am a survivor of Deir Yassin. صلاحيات لرئيس المجلس الشعبي البلدي، وكذا يحميه قانونيا حتى يتمكن من أداء واجبه على أكمل وجه. وتمشيا مع التغيرات والتوجهات الجديدة للجزائر، العديد من التعديلات التي مست قوانين الاستثمار وكذا النقد والصرف وغيرها من القوانين التي مست مختلف الإصلاحات القانونية الاقتصادية. في إطار هذه الإصلاحات مستمعينا الأفاضل، كان هذا الموضوع، وفي انتظار صدور قانون البلدية الجديد كونه البنية التحتية للبلدية والولاية. وللحديث ومزيدا من النقاش نسعد باستضافة ضيوفنا الكرام ضمن الموعد الاقتصادي. يحضر معنا البروفيسور عقوب وعلي من جامعة محمد بوكرابي بومرداس، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية. مرحبا بكم سيدي. شكرا سيدتي الفاضلة، وأرحب بجميع مستمعي أثير بومرداس. شكرا جزيلا لكم، وعود ميمونة إلى أثيرية إذاعة بومرداس. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. كما يحضر أيضا معنا السيد رضا مجاز، رئيس لجنة التنمية المحلية والاستثمار بالمجلس الشعبي الولائي للولاية. مرحبا بكم سيدي. بارك الله فيك أستاذ، ومرحبا بالمستمعين الكرام. شكرا جزيلا لكم. وكذا يحضر معنا السيد إسماعيل حشلاف، رئيس المجلس الشعبي البلدي للخروب. مرحبا بكم سيدي. شكرا لكم على الدعوة ومرحبا بالمستمعين الكرام.